عايش نحويلكم شامين سافا جوكم باهي. تو باش نحضر شويه سحور، قلت نحضرهم بعضنا. السحور باش نعملو، باش نعمل زوزه نوعيه نتاع درا، درا نورمال، باش نعمل درا نفوح بزقوقو. انا باش نوريكم الدوزاج نتاعي وانتم شوفوا كان يعجبكم التكستور نتاع الدرا هكاكا دونك اعملوا كيفي. باهي كيفاش نعمل انا الكاس هذايا؟ نكيل الماء نتاعو نعبيه بالبكا، هذا الكاس الثاني. وتوا باش نحط الدراع اللي خديته من عند ايام زمان على كل كيس، باش نحكر مغرفه ونص هكا قاسك هكا. وتحطوا الكونتيتي السكر اللي تحبوا عليها. Donc voilà, c'est bon. حبوا تزينوا بشوية فيكيا هكا طريف بفريوة هيكي مهروشة. تو باش نعملو الدراع الثاني اللي هو الدراع المخلط بزقوقو. نفس الحكار كيف كيف زوز كيسان، أما أنا باش نعمل كل كيس زوز مغرف مش مغرفة ونص، خاطر هذا يجي معنتها أجرى منه كان نعمل مغرفة ونص يولي جاري. كل كيس زوز مغرف نحط السكر كنتي تحبوا عليها انتو. هي زينوا بشوية فريو حتى هو. وهذا السحور متاعنا سيي حضر، زدت معاه من بسيسة متاع الشوكولا خطرة بالحق توب على الاخر. نوريكم باللي التكستور متاع الدرع كيفاش طلعوا. هذا الدرع اللي بزقوقو، هذا زوز مغارف على الكيس، والدرع العادي هذا بوم بدا يبرد شوية اما كومي مقعد ديما. التكستور متاعو هايلة وبنين ياسر بنين بالحق على المحلي يعمل كيف. والبسيسة عادي هذيك ديجا حاضرة. هذيا بالنسبة للي أنا زوز مغارف ماكلة سافا، معنتها يتسمى لي سحور بالحق، معنتها تقنع بالكدا بالكدا زدا.